تتوالى الفجائع المحمولة على شكل قصف ومعارك وتفجيرات، فيصرخ من بين الرماد صوت فزع الشهود. من يطفئ حرائق البلد المشتعل وهي تتصاعد على جثث الضحايا وتلقي بظلالها السوداء على أكباد المنتظرين لموعد الخلاص؟ ومن يوقف أدوات الجريمة القابضة على رأس الدولة والمتجولة في السماء وعلى الأرض؟ كل يوم جريمة حرب، وكل ساعة يرتفع عداد الضحايا. بالأمس استيقظت اليمن كلها على استشهاد بطل الجمهورية اللواء الشدادي، واليوم تعيش العاصمة صنعاء على وقع مجزرة مروعة، ليس ضحاياها فقط من قادة ومسؤولي الانقلاب، بل أيضا من المدنيين. استهدف التفجير صالة عزاء في جنوب العاصمة، وقالت وكالة سباء التابعة للانقلابيين إنها ناتجة عن غارات جوية للتحالف. ومن المؤكد أن من بين الضحايا مسؤولين وقادة موالين لميليشيا الحوثي والمخلوع، أبرزهم حتى اللحظة أمين العاصمة اللواء عبد القادر هلال، فيما لم تفصح ميليشيا الحوثي عن المزيد من الأسماء. لم تعرف اليمن هذا السواد وهذا الدم المسفوح إلا حين استيقظت على جائحة الميليشيات التي حولتها إلى ساحة للرماية وحديقة حيوان منزوعة الأبواب. فالشاهد أن هذه المجزرة واحدة من سلسلة من المجازر فتح لها الباب بسقوط صنعاء التي تحتاج لتحقيق يكشف الستار عنها. الصورة نفسها حدثت في كل مكان، وهي ليست كل الصورة، بل واحدة من مظاهر الجريمة الكبيرة التي اجتاحت البلد وتمددت وصارت عنوانه اليومي. الحديث عن غارات خاطئة واستهداف المناطق المدنية من شأنه أن يثير المزيد من المخاوف والقلق حول انتهاكات حقوق الإنسان وقدرة اللجنة الوطنية للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في كشف جميع الأوراق وتوجيه أصابع الاتهام بشكل واضح ومتوازن ضد جميع الأطراف المتورطة في قتل المدنيين.